عملنا عرض يوم الثاني ليرة عزتنا، عملنا الصندوشة بليرة، وصلنا نبيعها بليرة عشان نقوي اقتصاد البلد ونرجع العز للبلد ونقوي الليرة السورية. هي عبارة عن عرض، يعني الشاحن بليرة واللزقة بليرة. هي التكلفة أكتر بكتير بكتير، بس هي هاي الحملة هي حملة شعبية، يعني فطرة خلي إني ليرتنا بخير وسوريا بخير وكلتنا بخير، ولازم كل واحد منا يبادر بهاي المبادرة تنخلي إني الليرة إلى كلمة بهاي البلد. نادي بادي اند مايند حبينا ندعم الليرة السورية وعملنا عرض الليرة اللي هو اشتراك شهر بقيمة ليرة لكل يوم مدة 30 يوم دعما لليرتنا السورية. هناك شعور شعبي كبير بأنهم اليوم بحاجة لأن يكون هناك تغير ما في الحالة الاقتصادية في سوريا، وهذه الحالة الاقتصادية يجب أن تتغير عبر الليرة لأنها المرآة الاقتصادية للواقع الاقتصادي السوري. يعني بمعنى آخر أن التحسن الاقتصادي السوري سوف ينعكس على الليرة السورية، وبالتالي هناك قرارات حكومية مناسبة الآن أو بدأت يعني خطوات مهمة جدا في إحداث تغيير حقيقي على الحراك الاقتصادي السوري.